3, 2, 1. Je veux zen الكيك شكله بيطلع بيفكتو عشان يطبخ ماما. ايه طبخ ماما. ما حد يقدر يتهداو. شو شكل الكيكة؟ نبدأ نفك الكيكة الثانية. ما شاء الله تبارك الله. ترى أنا أحببي عليكم هنا تقص الشريحة الواحدة 5 ريال. لا ماما حرام عليك، بس عشانكم صغيرين بسوي لكم تخفيض، بخليها 4 ريال. ايه تخبز بريال حرام عليك. يلا ترى انا اروح محل جنبه، انت كرش لي اخر كلام 3 ريال. طيب خلاص اسوي ريالين. يلا 2 ريال خلاص. اوكي يلا اكتب فلوس من بابا. يلا بابا. ما شاء الله ما شاء الله. تموجات؟ شلون التموجات؟ كذا كذا شلون بيخلص وذا بعد بنقطعه بزينة لكم لين الربوع ان شاء الله. انت بتقولون ربوع؟ وش الربوع؟ الربع. انا اقول الربوع. شوف شوف هنا حاطه شكل اصبع في كذا. الا شوف ما تبارك الله. خل اسوي عقرب هنا. فقرة أذكار الصباح. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رضيت بالله رب الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا هلا والله بصغيرين، صباحكم خير. صباح جميل اليوم ما شاء الله تبارك. تقيمين بدري شوي ولا؟ ايوه عاد انا كمان ضارب الغصب زميته. شكرا لك على اداء هذه المهمه الصعبه علي. اصعب شيء تقويم ضاري الصباح في المدرسه. والحين ما شبعنا، قمت الساعه 5، الحين الساعه 6. ضاري لازم يصلي العصر وينام. شكله شويب. انت شويبنا. طيب اشوفكم ان شاء الله مفطرين من برا. اي بابا جاب لنا، قال لنا نتفرج حق الباك رومز هذيك اللي تخوف. ايش جاب لكم؟ سندوتشات بيزن بيض كبدة. يس فلافل. انا اخترت فلافل اصلا. يوم انا كنت قاعدة من بدري كنت الساعة 3:45 زي كذا. وانا فرش اسناني جاء عندي يقول ترى بجيب من المقصف. صيت صباحك طازج لذيذ سندوتشاته. طيب ورجعتي نمتي ولا قمتي؟ لا قمت، كنت اتجهز واترتب. من 3:45 4:45 يعني. ماما إيه انا احب اقوم بدري. شوفوا هذا النايم صرصور باي مكان. ازمك مره ثانيه خليه ياخذ غرفه. ترى بتجي له هذيك الدوده اللي تقول حم وجع. لا ايش انقمونقنقا الوحش اللي موجود الشحذ ذا ولا ايش؟ اللي عند الباثروم باثرومز. طيب وشفته تو التلفزيون؟ ايه هذا هو اسمه بول رومز اللي هو المسبح. اسمع صراخ وصوت. ايه شوفي هنا الباك رومز، لعبة الباك رومز انه مكان كله متاهة زي كذا يعني. واتس كل مكان يشبه المكان اللي قبل، وعاد في وحوش عندي تتحكمين تقدرين تختارين الوحوش اللي تبينهم وتحاولين تطلعين برا المكان. عاد في مراحل مثلا مكان الحمامات كل الحمامات، او مكان المسابح في كل مكان مسبح، ومكان المدرسة مرة يخوف الوحش حقه. يعني شفتوا فيديو باليوتيوب يا اسراء؟
لا قلنا نشوف واحد اللي بيع. طارق أنا صارخ. هذيك هذيك تمشي دودة لها راس. إنسان. يكون كل سعر حطايق لحقنا. إذا وقفنا إذا وقفنا عادي أنت. إذا شفنا مثلاً. شف لا. أصل إذا شفناها بعدين إحنا المكان تغبينا وهي مسافتنا وصلنا واقفين. عادي تكمل كأنه ما أبو شيء. ما دخل تتخبينا حنا إذا كانت هي تمشي هناك شفناها تمشي. أنا أغلى. جاية عندنا نقدر نوقف ثبوت جمال. بس نتحرك مثلا راسنا عادي لانه هي اذا ما شافتك تتحرك ما تهجم عليك يعني اذا شافتك متحرك تجي ايه ذكرتيني زمان يقولون الكلب لا شفتيه لا تهجين تركضين ترى بالحقت امشي عادي طيب انا ما اقدر امشي عادي انا الخوف يلعب بي لعب الخوف اللي يخليني اركض واصرخ وانهبل يقولون ركضتي لحقت الدودة نفس الشيء ركضتي وخفت لحقت هي تقول احشي نعم تقول موجانك طيب ودكم تحملونا بالسنة تلعبونها لا يوم تخوف يمكننا الأعمار كبير يا ظاهر ما تصلح لك مرة تخوف نوتفة ما فوق صح عاد حق أنا طيب حق المدرسة حق المدرسة يخوف أنا الأخير ألعبها يجي جيني لازم نقعد الناظر طول الوقت ونمسك المصباح كذا المدرسة كلها ظلام نمسك المصباح نقعد زي كذا نطلع برا الغرفة ونحاول كذا نبعد شوي بعدين نحاول نهج إذا كان المكان كذا تحسين فيه شيء أزرق نور صار خفيف أزرق أجل هو موجود المدرسة حتى لو كانت فخمة وتجنن بالليل تخوف لأنه ما تعودنا عليها ما تعودنا إلا صدق أنت قلت يا أم مرشدة الحين أنت مرشدة بس من زمان احنا صغار كنت تجيبين لنا نروح المدرسه انا قاعده نترات اي احيانا يصير عندي فعاليات ولا تكريم ولا شايفه اروح المدرسه المغرب العصر وتروحون معي تذكرون لاني اخذ العامله معي فلازم اخذكم معي ما اقدر اخليكم بالبيت لحالكم تجيبنا بابا احيانا نزلنا كذا نقعد ساعتين ثلاث على حسب وتقعدون تلعبون انتم تهجون تركضون اقول لكم ما تبعدون اخاف اخاف تضيعون بالمدرسه تخيلوا شلون اضيع بالمدرسه هم كبيره يعني وفي مخارج كنا الفصل قاعدين نلعب وكنا نحن طلاب عمومي ايه يدخلون في فصول يقدرون يلعبون معلم وطلاب مين يشرح؟ نوت كتن عليهم نوت اذكر مرة سلمان رايح معنا ما اذكر سلمان ودخل وخالد ما اذكر اللي احنا بس قاعد يدرسكم ما ادري انت تدرسينه ويرمش بعيني ايام زمان ذكريات يلا جت الكورونا سبحان الله وخفت الفعاليات وقلت في واحدة كتبة في فيديو من هنا عندنا نومة جماعية المهم أذكر في فيديو كذا أولادنا بالمستقبل يعني يدرسون عن كورونا حنا بكورونا كان زينا إنه شغل تيك توك بعدين نننن يرقصون كان أيام كورونا كان كله راكس ومدروشة وترندات تيك توك ايه يعني في وقت فراغ كثير يعني ما راح يستفدون شيء يدرسون ان احنا زين ترندات ايه بنت الحلال لا يعني ظروف جبرتنا ميسو اجيب لك مخده سكفان وبطانية انت في درجة البزنس قاعد لحالك معك مخدتك ونايمة بسيط ظهر السمكة دي. كنت بعطيكم المفاجأة الصباحية نسيت مفاجأة غريبة شوي بكرة إن شاء الله وشي ذكروني بكرة حنا نطلع وشي لا مفاجأة بدخل بذنة خدي قهوة عند الإشارة طلعينا قهوة بس طولت الطاقة زيرو ميسو قولي لنا عن يومك اليوم عبارة عن نافس يا حول ثلاث حصص ساعتين كاملات نافس واخذوا معاهم فسحة يا الله ثاني حصة استاذ ابتدائي كيف تحملتوا ثلاث حصص وانتم بالابتدائي ظهر انكسر الاستبابة الاستبانة الاستبانة قصدي نسيتها مية سؤال عن الطالب ايش تهوى
والله مية. والأسئلة عن المواد كلهن 355 سؤال، يعني أضللت 155 سؤال. يا الله والله إنك بطلة ما شاء الله تبارك الله. إحنا ضللنا يدنا انكسرت من التضليل. إيه أقوى لكم. طيب وبعدين عطوكم مكافأة المدرسة؟ إيه أستاذة زينب عوضتنا وسوت لنا حفلة، جابت لنا كرتون آيس كريم. يامي. ذا وجابوا البنات ورق عنب أبو فشارات. وفطاير ورا ما كلتوا الكيك اللي عطيتك. إيه صح نسيتي. نسيتها. الله يصلحك حط لك صحن حط من الماربل صفت لك يمكن حوالي 7 أو 8 حبات عادي برجع. واللي بكرة أخذ تعازم مع بنات فصلي. إيه حطي بثلاجة وبكرة جا خذيها إن شاء الله. الحين وقت العزايم بالمدارس. ماما أنا في تمثيلية بنسم كارلين وتبي تشارك تطلع المسرح. إيه خايف أضحك من نص التمثيلية. عادي بضحك تضحك الناس. اخرج على النص وأكلف ما أعرف وليش ولي. أصلاً تدرب إن شاء الله وتتعود. ما خلاص يومين بخمسة ضغوي. ما يشوف دوكس وبدوك ربي. عادي كسكسي كتلا. لاري. هما بابا ما قالت يجي توكل. لاري سولف لي عن يومك اليوم. عادي. وش صار؟ ما في شيء. ما في شيء مميز؟ لا 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 لا. خلاص بغيبك بكرة وبعده. لا لا لا. تكسين. الحسام دائما يحضر طيب. وبكرة ما رح يحضر. ودي أجرب يوم بدون ما يحضر في حسام. تطلع حلوة المدرسة؟ لا. تعيسة. خلاص غيب. لا بجرب. وراه هو بغيب؟ قال أنا بغيب. نجري. طيب في أصدقاء غيره؟ لا لا وإيه نواف. في نواف فودي أحضر. هي هي لا بتحضر إن شاء الله بس إذا باقي بتصبح بغيبك. يا نام هنا يا نام هنا استخدت دغضوغة يا نام. طيب ميسو ما أخذت دروس يعني اليوم؟ لا لا بس أخذنا لغتي بعدين أنت جيتي أخذتين عشان نوت اليوم غايبة. ما يا أنا ما يا هذه ميسو جاي تقنعني تقولي ماما أبي بناطيل جنس لأن دول سنة صغار علي. والله كبرتي يا صغيرتي. أكيد. هذول كلهم سنتر بوينت صح؟ يب. مرة حلو بناطيلهم. الحين بنروح نشري مثلهم بس أكبر وإذا ما لقينا ما لنا لا شيئا صح؟ إن شاء الله. زي حق نوتي جن ذاك اللي فيه نجوم وهو شيئا. تمام. أوكي. شوف كشخة ظهري ور نظاري الأوتفت حقك. الله احب زود مره عطنا كذا لفه من عند ورا. الله طبعا ملابس ظهري من سنتر بوينت اغلب ملابس صغيرين ياخذها من سنتر بوينت. خلاص جا كانت علقت ستوب طبعا ظهري قرر انه يغيب بكره ان شاء الله ويذاكر الدراسات الاسلاميه صح لانه اختبارك ترى الاسبوع الجاي تحفيظ القران يختبرون الدراسات الاسلاميه قبل الاختبارات النهائيه خلونه كده بالحاله أسبوع بالحاله زي الاختبارات العملية والشفوية. ما شفتها؟ يوجد عاشب عاشب. يلا شمينة يلا مسمس جبي هذولي البناطيل نصفطهن ونحطهن مع الملابس اللي ما نبيها علشان نعطيها بنوتات يستفيدوا منها. يا زين ظهري انا طيح الاغراض وهو يرجعها انت مساعد حقي سنت. يلا وش نختار؟ ابي شيء فاتح كذا سكري ابيض. لا ابيض لا سكري. شريت منظمات للبنات حقت ميسو هذولي حقت نوت هذا حق ظهري. شو تحط بيا ظهري؟ صحب يعني لما تاخذ الشنط معه وتغسلهن تشيل الكتب وتحط اللي كان انا ما عندي شيء احطها فجبت هذه احط الكتب. تخيلوا احنا هناك طالعين من سنتر باين شفت حارس امن جاء لامي قال انا اتابعكم بالتيك توك اعرفك انت وظهري قلت ايه ما شاء الله بعدين قال عادي اصور مع ظهري
قلت طيب رحت مشكلة كنت قاعد أحضر بالعربية وقاعد يشوف مستغرب وأنا قاعد أفحط وأنتم قاعدين عند ساعات الدهم ليش يا بشيلة. طيب بعدين جاء كلمني بيان صحت لأم العربية ورحت لمضاري قلت له يلا بعدين جيت أنا صورتهم مع بعض هو وضاري. أحلى يا ضاري صور معك رجال كبير ما شاء الله صور معك أثرك محبوب حتى من الكبارين ما شاء الله.